إذا حاب تشتري كوينز أو بايد عندك موقع جولدج، أفضل موقع لبيع الكوينز، الرابط وكود الخصم بالدسكريبشن. السلام عليكم، معكم أنا زومي كلارج كلي وشاهدنا فيديو اللي هو تفجير باكيجاتي يا جماعة على السريع يا حبيبي. خلينا نشوف التيم اوف ذا ويك. عندنا أغويرو، كافاني، جودن، هاملز. تيم اوف ذا ويك جيد جدا، فخلينا نفتح باكيجات على طول. عندنا باكيجات 25,000 اللي هي 12 لاعب، ثلاثة منهم يلمعون، فبسم الله نفتح أول باكيج على طول يا حبيبي. أول باكيج مو ووك أوت، ولاعب أبو كلبي. الباكيج الثاني يا جماعة، في حالنا ما طلع لي شيء، الجرين سكرين، باي باي كلبة الحظ. امري تشان والله مو بطال، بس ما اتوقع اجيب سعر. هاشتاج كلبة الحظ. بسم الله يا جماعة، خلينا نروح ونجرب كلبة الحظ. طبعا راح يطلع اللعب كويس، حلو، شمعة كويسة، اسكو والله كويس يا اخي. اقسم بالله كلبة الحظ يا ناس، من اللي تحطها خلاص يطلع لك لعيبة كويسين. يقول لك اذا سويت مثل هذه الطريقه شوف ايش طلع لك. شوف اوكي بتنزل فيفا 18 وانا ما طلع لي ووك اوت يا جماعه الان. خلاص ارحم ابوك. ليش طيب، ليش فرناندو؟ طيب باكج جولد يطلع لي اثنين سيلفر والاثنينهم يلمعون. خلينا نجرب يا جماعه باكجات ال 15,000 هذه، يمكن يطلع لي شيء، يمكن. الله يعني شوف شوف، انت افتح باكج ولا كانك مهتم، ولا كانك مهتم، ولا كان يعني خلاص يعني عرفت. بسم الله يا جماعه نفتح باكج. طبعا انتم ما تشوفون هذا باكج، اسمه باكج، ايوه حلو. طيب يا اخي ايسكو، يا اخي ايسكو يجيب سعر يا اخي. والله الحظ يا جماعه ابو الدنيا. حلو يا الله. والله يا جماعة يعني خلاص أنا قلت أغويرو، أنا قلت. طيب يا جماعة على الأقل طلع لي الفورم، والفورم يعني إيش أسوي يعني. يا أخي خلاص يا أخي، يعني طلع لي الام بلجيكي وطلع لي ستي ان فورم ارجنتيني، لا هو هازارد ولا هو اغويرو. كنبة الحظ يا جماعة اليوم مو مرة، اليوم يا جماعة كنبة الحظ. حلو، لا لا حلو حلو، كاهل كويس، كاهل مرة كويس. حلو الحين افتح باكج يا حبيبي، ولا كأنك تشوف، ولا كأنك تشوف، ولا كأن هلا والله كنبة الحظ عساك يا اخي. ايه خلاص عاد، خلاص عاد طلعوا لي لاعب خلاص. هذا الباكج يعني عشان تهددهم. يلا تبراك يا اخي، شبي في تبراك يا اخي، نطلع من الالتيميت تيم وندخل مره ثانيه، ما في خلاص، هذا الحل الوحيد. اخر باكج من الباكجات ال 25,000 المخيسه. وكف يا سلام يا سلام، ديبالا يا سلام، جندوغان، واو يا الباكج، واو ديبالا. كم بكم كم ديبالا وجندوغان كم ديبالا؟ لحظة لحظة لحظة، واو اقسم بالله احسن من ووك اوت، والله العظيم احسن من ووك اوت. خلينا نشوف جندوغان. الله اكبر الله اكبر. اوكي يا جماعة بديت اتحمس شوي، خلينا نفتح باكجات 15,000. ما ادري ما اتفائل فيها، بس خلينا نشوف. حلو، لاعب يلمع، ار بي، خوان فران، اوكي، ماركو رويس، ماركو رويس، هي هي ماركو. بنعطيها، شوف خداعهم، افتح كأنك بتفتح، لا ما بتفتح، لا اضغط الون، لا 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 لا، انا يعني اوكي افتح. هي اخر باكج يا جماعه، لاعب ما يلمع، كر تش كر كر سمار ك ك لحظه لحظه كر سمرس كاس. لا ما انا يا جماعه تفتيح باكجات ابدا المبطل. طلعنا للاعب انفورم ماتا، ايسكو، طلع لنا بعد اللي هو هرنانديز، ديبالا، كاهل، وطلع لنا جاندوغان. يعني مره مره تفتيح باكجات كويس.
بس هذا كان اليوم، كان معكم اخوكم ادم او زومبي كيلر اتش كيو، مع السلامه.